هما حرمان، الحرم المكي والحرم المدني. الحرم المدني حدوده سهلة، وهي كما قالوا 22 كيلو من كل جهة من جهة المسجد، يعني شرق وغرب وجنوب وشمال عن المسجد النبوي 22 كيلو من كل جهة، هذا كله حرم يعتبر. 22 كيلو من كل جهة من جهة المسجد النبوي هذا كله حرم، يعني لا داخل المسجد ولا خارج المسجد إلى 22 كيلو، هذا كله الحرم المدني يقال له. أما الحرم المكي فهو غير متساوي الأطراف، غير متساوي الأطراف، أقرب الحلي التنعيم. وإذا تشوفون الناس إذا يبون يحرمون من أهل مكة، إذا واحد في مكة ويبي يأخذ عمرة لازم يطلع إلى التنعيم، يخرج إلى الحل، وهو تقريبا 6 إلى 7 كيلو عن المسجد، ثم عرفة ثاني أقرب الحل 16 كيلو تقريبا، وأضاء 12 كيلو تقريبا عن الحل، الحديبية 24 كيلو عن الحل، الجعرانة حول 26 كيلو، هذه كلها تسمى حدود الحرم، حدود الحرم. وذاك مينا من الحرم، مزدلفة من الحرم، العزيزية من الحرم، الششة من الحرم، لكن عرفة ليس من الحرم، من الحل. فالحرم إذن بقعة معينة جعلها الله حرما، كل هذه البقعة لا يجوز الصيد فيها ولا أخذ اللقطة ولا تنفير الصيد ولا قطع الشجر لأنها حرم. فإذا عندنا حرم مكي وحرم مدني، سواء كان محرما أو غير محرم، حتى الحلال، حتى أهل مكة، حتى أهل المدينة لا يجوز لهم أن يصيدوا داخل الحرم. إذا تشوف هناك الحمام مثلا ما يطير مثلا، ما حد يجيه أبدا، الجراد أي شيء ما حد يجيه، ليش؟ لأنه جالس في الحرم، حتى خارج المسجد ما تكلم عن المسجد، تكلم عن الحرم. وإذا البعض يخلط بين الحرم وبين المواقيت، المواقيت غير الحرم. إذن هذا الحرم بغض النظر محرم أو غير محرم لا يجوز له أن يصيد داخل الحرم.